بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وكفى، الصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. بسم الله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل حاجة جديدة عندي ما عندنا. شكرا لأصحاب المنبر اللي اتاحتهم الفرصة. أنا ما داري أتعامل معاكم كي يفهم زي ما قال شد وجذبي الأركان اللي قاعد تقام في المكان ده بالضبط. وبالرغم انه المفروض اتعامل معاكم، لكن انا رايد لحياه ثانيه، ومن ضمن الحياه اللي خلتني انا اجي واتكلم داخل، يعني ما دار اتكلم كثير. واحده من انا دار اعرف يعني انتم منو ذات عشان انا اقدر اتعامل معاكم. انا في الان في البلد دي عندنا حاجه اقولها، صارت سنه المركز العام، صارت سنه جماعه ابو بيت، وصارت سنه ما عارف الشباب السلفيين، وتقسيمات كثيره يعني موجوده الان يعني. ومبين الناس التقسيمات اللي ذكرتها الان في كل النادي ربما يكون موجودين، وانا ما اعرف دعوه الحق دي كيف يعني. اذا كان الناس بيدعوا للحق وبقول احنا الان ما دارين ذول يجي يبقى انصار سنه، دارين بس فقط تتبع كتاب الله والرسول. يبقى ان التغسل في شنو يا جماعه؟ اذا كان اصلا الناس كلها تدعي لله والرسول، يبقى ان اللي في حياه خاصه، في حياه خاصه بتخلي انه يكون في انصار سنه اكثر من 12 طائفه الان موجودين في السودان. فانا انصار سنه اللي بعرفهم ما بالشكل الاصلي موجود ده. يا حبذا لو كان الناس يعني رأت وانتوا جيتوا اتكلمتوا في حالي قبل ما احنا نسألكم فيها، انكم انتوا الحياة اللي خلصتوا تقسموا ذاتها كانت شنو؟ انا اصلا احنا نعرف ان رسولنا زمان ما كان في تقسيمات زي الان، في اكثر من 12 يعني مسميات لان رسولنا، ويعني اصلا في حياة خاصة. المفروض انت اثنين عليكم، يا تبقى في حزب سياسي يا تبقى شنو؟ ان رسولنا دعوة الى الله ورسول، وما تنادي الناس تقول انت عارف ان رسولنا. كان بيكون حزب سياسي نعم عندنا اشكال في الكلام ده، لان الان السودان لو شفنا اكثر اقل حاجه في الدوار الوطني الان في اكثر من شنو؟ من 100 حزب سياسي مشارك، وفي اكثر من 12 حركه مسلحه مشارك، وربما تكون انتم برضه مشاركين يعني اصل الكلام ده. ليه؟ لانه هم دار اصحاب زي ما ذكرت انت، اصحاب حياه خاصه، فممكن نقول نعفيهم يعني يتقسموا. ليه؟ لان عندهم حياه خاصه، عندهم حياه خاصه بخلوهم. لكن انتم اصلا تدعوا الله والرسول والدين، الدين ما عنده طائف على الاطلاق. الدين دول في ديننا بيدعي الله والرسول، ده خلاص ما داير يدعوا لانصار السنه ولا يدعوا لكيزان ولا هناك بتاع. الكلام ده كله المفروض ما يحصل. لكن يا حبذا لو جيت وريت الناس ما استعطف الناس ساكت، وريت الناس لانه يا اخي احنا الشيء اللي خلانا تقسمنا واحد من ضمن كده تك 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 توروا الناس عشان الناس تكون عارفه يا اخي انصار السنه هم على حق صح. برضه عندهم حياه اتكلمت فيها بصوره برضه قد تكون مطوله، تصنيف الناس. انا ما عرفتها انه الان في ذول تلقى مؤتمر شعبي في نفس الحين تلقوا ذول لا صوفي ولا انصار السنه ولا ديني ذات، ما عنده دين عليكم مؤتمر شعبي، يعني انت ذول توضح للناس تقول شنو؟ انت المفروض ما تستهدف ذول زي ذا، استهدف انصار السنه انا بعرفهم بيستهدفوا شنو؟ طرق صوفيه، بيستهدفوا اصحاب الباطل، يعني ما بالشكل ده، ما تخونوا الناس يعني، حاولوا قطعوا الناس. والان في ذول مؤتمر وطني في نفس الحين ذول ما عنده علاقه لا بانصار السنه ولا، وفي ذول تلقاهم بس قد يكون انه ذول حركه اسلاميه، وفي نفس الحين ذول ما صوفي. حركه اسلاميه احنا الان عندنا طلاب واحد تكون حركه اسلاميه ودقنه كبيره ما شاء الله زيكم كده، وانصار السنه بينصر السنه، والسنه ده انا اللي بعرفه انه هو نصره الله، يبقى ما يكون زيكم يعني. برضو انا امبارح او امبارح كنت قاعد اتكلم هنا، انا دخلت وقلت يا اخي يا حبذا لو وريتوني ان الفرق بينكم وبين الوهابيه شنو؟ مع العلم التام ان الوهابيه دي انشات في السعوديه، وكانت باب النشأة ذات، وكان شنو؟ وكان الزمن ده كان في كان السياسيين في السعوديه كانوا متملكين على الثروه، وكان على كل مغارض الامور وزمام الامر. يعني بطريقه ما حاول الولايات المتحده الامريكيه انشات حاجه بقولها الوهابيه. انتم عارفين الكلام ده. وجابوه عشان يكون شنو؟ في شد وجذب بين الدين والسياسيين. بعد ذاك لما جت الوهابيه جت السودان في 1936، بعد ذاك الشعب السوداني بقى ما يتقبل حاجه بقولها وهابيه، حاجه بقولها وهابيه الشعب السوداني ما بيتقبلها. الشعب كان متعصب جدا جدا. بس بيجي يتقبل العلمانيه وبيجي يتقبل حاجات كثيره. دي حياه دخلت دخيله جديده. فهم شافوا يا اخي ان من الافضل ان عشان نقدم دعوتنا للشعب السوداني ان كان صح او غلط يقبلها، قاموا قلبوا الشعب شغلوا بانصار السنه زي ما احنا قاعدين نجي في الجامعه وبنجي نلقى يا اخي واحد يقول لك انا يعني بدل ما انه يقول لك انا شويعي بيقول لك شنو احنا جبهه الطلاب الديمقراطيين وكذا، عشان بس يتقبلوا بعد شوي حيديك من الشوال زي ما بيقولوا اخواننا السياسيين. والاستهداف الشخصي يا جماعه، الدين ما هو استهداف شخصي يا جماعه، انا لما اجي القى ذول قال كذا انا خاطب فكرته، اشيل ذول اللي تبنى فكره وانا خاطبه، يعني ما خاطب شخصيته، مع انه يا اخي الليله ما ظهرت الظاهره دي كثيره، لكن قاعد تكون في الجزء منكم الموجود في الجامعه دي، انا ما اعرف ذي التابعين لهم،
هم المركز العام تقريبا. يعني استلاف شخصي عليك كذا، ما بيتكلم عن فكره زول. يعني انا شايفني حسين ده والله قميصي بنطلون كذا، تكلم هاي ماكوس انت هاي بنطلون كذا كذا بالشكل ده، الدين ما فوقه زي ده برضه. والكتابه اللي جابوها الكتابه الجهنيه ده، انا اشك في انه اصلا ما 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 ربنا يكون ما حق صوفيين ذاته، ربنا يكون ليه؟ لان الان يعني ما جور الناس ذول انه رغم الايذاع كان 1 2 3، ولا جور الناس ذول انه يا اخي الكتاب ده فوقه ختم تابع لجهه معينه. ربما يقول هسه انا عادي ممكن امشي الف الكتاب والله اجي اقسم بالله الله اتكلم فوقكم بس لا بكره. المشكله وين؟ فكنا ممكن الف واجي اخذ من الطلاب ده ساكت، لكن من اجي اوري الناس ذول انه يا اخي الكتاب ده فوق رقم الايذاء 1 2 3، فوق الخدمه 1 2 3، عشان انه يا اخي انا لما القى الكتاب ده اعرف يا اخي والله اني قد ضعفي بتاع الصوفيه ذول 1 2 3، بقدر اتعامل معاهم كيف؟ في حال كثيرة المفروض برضه تورونا. يعني في كان يوم من الايام في واحد يقول احمد الصفا، انا ما اقدر اتكلم فيه كثير، ما اقدر اتكلم فيه كثير لان الامر موجود بينكم. يعني كان برضه يتكلم في طريقه بطريقه سبحان الله، سالوه من مساله في الدين، قال يا اخي امشوا كذا طلعوا النسايون اللي قاعدين بورد عشان يقول الكلام اللي من جوا ذاك، يقول الكلام الفشل. المفروض برضه تيجي توضحوا للطلاب ذول انه موقفكم كان اتجاه القانون، موقفكم دي كان وقفتوا قدر شنو؟ يعني بصدد القانون انتوا قدمتوا شنو للشعب السوداني عشان تطلعوا؟ والان البلد دي والله المضيعه زي ما انتوا ذكرتوا، الطوائف المشاكل كثيره، الناس اللي كلهم بقوا مسلمين كذا، مسلمين لله كذا، والله السودان حتمشي بخير. هاي لكن يا اخي تجي زول بيتعب بيقول انه هو مسلم، يجي برضه يكون عنده شغالات جوا ليل، هسه انا الليل لو قاعد امشي مثلا اتبع لكم ساكت اتبع لهم انا، بس اي ابقى معاكم ابقى لهم مع جامعه ابو زيد، وابقى مع المركز العام، وابقى مع الشباب السلفيين اللي هم الليل يجوزون والله خير. ما عرفت انه الدين ده عشان انا بعرفه في الدين ده يا جماعه، الدين ده خلاص شغل سياسي براو الدين براو. جيت تتكلم في منبر هنا انا تلقى ذول متحدث اول خام الناس سياسيا، والمتحدث الثاني خام الناس دينيا. تعالوا يا اخي رتبوا الامور وخليها عشان اقدر ذات كذا، ربما يكون وان يهد الله بك رجلا خير لك من ثور النعم. يعني ربما ربنا يهديني على يدكم وانتم تستفيدوا، تكتب لكم من حسناتكم ان شاء الله. شكرا لانتهت الفرصه، السلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ابدا من اخر نقطه وامشي قدام. قال انتم يا تبقوا سياسيين تتكلموا عن السياسه، يا تبقوا دينيين تخلوا السياسه. دي العلمانيه ذاتها، وده يدل على انه الجبهجيه علمانيين، عرفتها؟ زي وده باعتراف كباراتكم اللي هو الطيب مصطفى كان صاحب جريده الانتباه وعملوا معاه مشاكل، عمل جريده الصيحه، عرفتها؟ وده برضه حزب، والمؤتمر الوطني حزب ذاته، نحن ما عارفين ننتمي لمنه ولا ننتمي لغازي صلاح الدين الاصلاح الجديد، برضه مقسمين انتم. برضه الجبهجيه اللي بتقول نبقى مسلمين كلنا برضه مقسمين. شوف برز الكوز يوما في ثياب الواعظين، داري يامرنا بحاجه يورطنا، احنا كاشفين الاعيبكم دي، الاعيبكم دي كاشفيننا نحن بدري، فهمت؟ فدي وهمه ساكت، فده يدل على انحراف في منهجك، فهمت؟ والكلام ده نحن الان انا ما بتكلم عنك انت كشخصي او كلونك او كشكلك، عشان ما تجي كلامي كله عشان ما عندك فوقه دليل يرده، تجي تعمل لي انه انت قاعد تشخصن الامور، انا ما قاعد اشخصن في الامور، وانا لو بشخصن الامور ما بجيب كتب، انا الكتب ده شخصن الناس، اصل اخونا محي الدين رد على زول ذاك بكتاب، ما رد عليه وكلام ساكت، اما مساله ارقام الايداع عندك طريقين تعرف انه الكتاب ده غلط ولا ما غلط. الموضوع الاول جيب هذول نديك رقم الايداع ونديك اي حاجه، والمكتبه عرفت تاج السر علي الشيخ، صندوق بريد 324 ام درمان السودان، الطبعه الاخيره 1420 1999، فهمت؟ شركه مكتبه ومطبعه مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، شريف محمود الحلبي وشركائه وخلفائه. وتمشي شيل الكتاب وتمشي للمركز الرئيسي بتاع الختميه في حله خوجل هناك، مش ولا اسمه شنو؟ في حله خوجل المسجد بتاع علي المرغني، كل الناس بيعرفوا ده. الطريقه الاول. الطريقه الثانيه، لو انت ما عندك قروش مثلا ككوز ما ادوك الصرفيه ولا كده، تقوم تمشي تفتح بلاغ في اقرب محله، تقول لهم يا اخوان الناس اللي نسبوا للختميه كلام، والكلام ده نحن عندنا فيه شك. من حقك في محكمه في السودان هنا اسمها محكمه الملكيه شنو؟ الفكريه، بيقوموا تقدم تقول انت الان قلتوا الشيخ بيقول انا الله، والشيخ بيقول نادوني من دون الله، والشيخ بيقول بعلم الغيب. الكلام ده عندنا يا سياده القاضي كفر. افتح لنا بلاغ في الناس ذيل، يا يثبتوا على الختميه، الختميه يتوبوا، يا هم كذابين كمان انت اعمل فيهم كلامك. مش هقول كلام بيعرفوا كده؟ يلا نحن هذول وريناك محلاتهم. الشيء الثاني تمشي تفتح بلاغ لو ما عجبك، فهمت؟ عشان تعرف انه الموضوع ما ساكت، وهذول قاعدين ينشروه. وانت قالت تفرق، انت الان بتامر المسلمين كلهم يكونوا مسلمين، دي دعوه كويسه، لكن يكذب واقعك. انت الان كجبهجي فاتح لي مكتبات بتاع الصوفيه.
مكتبات بتاع الصوفية معناها كل ما تموت طريقة انت بتجي تعيد لها الطباعة وتغذي هذه الأفكار فتحيا هذه الطرق من جديد وبالتالي تتقسم الأمة من جديد. فهمت؟ فده نتائج طبيعي جدا لأنك انتوا كجبهجية وكحركة إسلامية نشرتوا الكلام بتاع الصوفية. طيب أنا جايك من اللي فوق. قال خاطب فكرة الزول ما تتكلم في الشخص، يا سلام عليك، صدق الكوز. وهو كده خليه نشوف في النهاية بيحصل شنو. عرفت؟ هذا للكتاب، كتاب بتاع سيد قطب، انت لو حركة إسلامية الكتاب ده بيلزمك. عرفت؟ اسمه العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، يباع في الدار السودانية للكتب. هذا ايه؟ ده الكلام بتاع الدار السودانية للكتب رغم الإيداع الدولي 39.05 سلاش كده 89، الترغيم الدولي 4-323-148-977. يطلب في السودان من وين؟ الدار السودانية للكتب. انت السودان، الخرطوم، شارع البلدية، صندوق بريد 24-73، تلفون 80-031-70-358 برقيا. فهمت؟ هذا اللي قاعد. بعدك في مطابع الشروق، تطبع هذا الكتاب في بيروت. طيب انا عندي هنا صفحة 160. انت قلت لي خاطب الفكرة، ما تخاطب الزر، كلمة دي ظريفة معي، احنا شغلنا بالمنقاش، تقول كلام كثير بننقش لك كلامك وبنكتبه عشان ننجمك بيه. طيب قال واخيرا، ده سيد قطب شيخك وشيخ الجبهجية كلهم بيتكلم عن عثمان بن عفان والناس اللي قتلوه، الخليفة الراشد والنبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. كويس؟ سيد قطب قال الناس اللي قتلوا عثمان رضي الله عنه، قال دي الناس تمام، وثورتهم التي خرجوا بها على عثمان، قال هذه ثورة من روح الإسلام. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، لكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبع عليه لعنة الله. قال الناس اللي قتلوا عثمان الثورة دي وإن كان فيها اليهودي محركة، لكن قال الثورة دي من روح الإسلام. انت الان قلت انا خاطب الافكار، دي فكرتك، رايك فيها شنو؟ الفكره دي باطله ولا صحيحه؟ هتفضل وريني، باطله ولا صحيحه؟ سيد قطب، ولا اقول لي الكتاب؟ اقول لي الكتاب طبعته انتم، هذه للدار السودانيه، وبنقطع عليك تذكره ولا تركب معانا في العربيه انا بنزل لك، نوديك للدار السودانيه، جنب غابر الاتراك، جنب مركز الانقاذ الطبي، تنزل عديل تركب الطابق الثانيه والثالث، بتلقى كتب سيد قطب، العدالة الاجتماعية، التصوير الفني، في الظلال، كتب كله بتلقى فيه. أنا الآن داير رايك. شفت يا أخواننا لما نحن نسأل الناس في أفكارهم زي ما قاله ما شخصياته بيجي يضبطه، يقول لك الكتاب ما يهو. هذا للكتاب رغم الإيداع، الدار السودانية للكتب قاعدة. فهمت؟ هذه للدار السودانية، عليك الله مرر للناس دي خليه يقول أنا داير رايك. ده ما منهجك انت، انت مش قلت الكلام يكون في الفكره، ده في فكرتك. انا ده رايك في الكلام ده شنو؟ تفضل. كويس كويس، ادي وخلي التلفونات دي اضرب، اجيب جيب 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 الكتاب ده، طوالي تضرب لي التلفون هذا لي، هذه لا التلفونات اضرب لي، هاك اديهم هذه لا، عليك الله وري النازل، وري النازل التلفونات دي، هذه لا وري، وحولوا له رصيد، اضرب لهم الليله ما بنخليك. ها يا ناس، عليك الله، زول ما عارف منهجه، زول ما عارف منهجه. سيد قطب باعتبار لما تجي تقرا في ال- 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 الكتاب بتاع الكتاب بتاع بتاع سنه اولى ثانوي بتاع بتاع الدراسات الاسلاميه، في المفسرين بيجيبوا لك منه مدارس التفسير، التفسير بالماثور، بيجيبوا لك الطبري والقرطبي والكلام ده، يجيبوا لك التفسير بالراي، الرازي وفلان وفلان، يجيبوا لك من التفاسير الحديثه منه سيد قطب. سيد قطب ده وين؟ ده في سنة أولى ثانوي، أنت جيت بوين؟ أنت ما قريت سنة أولى؟ يا ناس يا أخوانا كلامنا ده ما يسأل يا زول، لكن زول بيجي ينكر لي حقائق واضحة في منهجك التعليمي قاعد، والمنهج ده خطيته أنتوا الجبهجية ما خطيناه نحن. كويس؟ عشان تعرف يا أخوانا الكتاب ده بيسيل الإسلام،
التكفير والتشدد اللي بتتكلم عنه انت والمتحدث الجبال اخر صفحه في الكتاب. قال وحركات البعث الاسلامي اليوم في مفترق طرق ونقطه البدء الصحيحه في الطريق الصحيح، يعني عشان نرجع المسلمين زي ما كانوا في الاول. قال هي ان تتبين الشرط الاساسي لوجود الاسلام او عدم وجوده، وان تستيقن ان وجود الاسلام اليوم قد توقف. معناه نحن وقت الاسلام توقف نحن شنو؟ بمعنى اللي بيكفر منو؟ سيد قطب اللي هو سيد منو؟ سيد الجماهير. انت بالكتب يا خوريك حاجه، انت قال وريني وهابي، انا وهابي. دار تعرف الوهابيه؟ هذا اللي انا ده تعجب ليك، في زول عنده كتاب محمد عبد الوهاب جيبوا له ومرق ليه منه غلط. هم الموضوع انه داك برضه سال قال انا مجرد التسميه صوفي ببقى كافر؟ لا ما بتبقى كافر. جزاك الله خير، هذه لا جزاك الله خير، دي كلها ده في ده 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 كتاب كتاب متون في طالب العلم. طيب القواعد الاربعه الاصول الثلاثه دي كلها الف محمد عبد الوهاب. انا دايرك تمرق لي منه غلط، اسي بخلي بديك تمرق لي منه غلط. انا مرقت لك من كتاب شيخ غلط، انا وهابي مرق لي من كتاب شيخ غلط. انا طيب دي حلوه كيف يا اخواننا؟ دي حلوه كيف دي؟ طيب كويس كويس يا اخي، ده كتابي انت، ده كتابي انا مرق لي منه غلط. انت ما سمعت به وزاد الا انا اديتك له هسي، ما تقعد تكورك سيدتي اعرفك بالحاجات دي. نحن لما نجيب الفكره وبضبط زي ده يا اخي اوريك حاجه كده، ده كله خليه والكتب ممكن تكون اتزورت. الجبهجيه ديل، الجبهجيه ديل باطل، ما بجوز تنتمي لهم. الدليل قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين شنو فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. في دليل على التحزب؟ سؤال، اديني دليل. انت مش الان جبهجي؟ شد بنبقى جبهجي، انا ذاتي ضعيف دارس من شويه كويس. اديني دليل، دليل الان انه تبقى جبهجي. الكتب دي كلها غلط باطله، حقتي وحقتك والصوفيه كلهم كذبنا عليهم. الان انا داير دليل على الجبهجيه يا اخواننا. عليك الله شوف التنظيمات دي منتهيه كيف. ده انت عارف ده دمر البلد، ده اللي انتهى من البلد. الامه بتبقى ضعيفه وتبقى تعبانه، واليهود والمجرمين بيجي يلقوا زي ده بدافع عن الاسلام، لا عارف منهجه، لا عارف منهج الناس اللي بيدافع عنهم، ولا عارف منهج شيوخه، ولا عارف منهجنا اللي بنغوط فوقه. دي حلوها كيف دي؟ عرفتها؟ طيب قال الشعب السوداني قبل العلمانيه ورفض الوهابيه، شنو يعني؟ الناس اللي قاعدين يقبلوا ميسي، ميسي اليوم هذيك عمل له عمليه فارغه كده تأييدا لليهود صح؟ هذا معناه صح؟ ما معناه صح كونه عشان كده ربنا قال وما اكثر، ما ده المقياس بتاع الجبهجيه. نقول لك الناس دول كتار؟ أنا صح يا اخي، عرفتها؟ ده ما معناه صح. الان امم الكفر في العالم اكثر من امم الارض. الامم الارض 6 مليار او زياده، المسلمين كلهم في العالم 1 مليار و300 مليون تقريبا. فهمت؟ او 2 مليار، يعني ما بيفوتوا التلي. كويس؟ والاغلب الكفار نصارى ويهود وناس شيوعيين وغيره. هل ده دليل انه المسلمين على غلط والكفار على صح؟ كون السودان قبل او ما قبل؟ نحن يا اخواننا مشكله، وده يا اخواننا ده المقياس الغلط. المقياس ما انه زول قبل وما قبل، المقياس انه هل الكلام ده موافق لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما موافق؟ لو موافق حباب والف، لو ما موافق نجدعه بعيد. ده الموضوع هنا، وده الامه كده بتمشي قدام والامه بتتوحد. وعشان توحد الامه لازم تقول لهم ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم شنو؟ اعداء. مجتمع مكه، انت كزول كوز، مجتمع مكه كان اشد تفرقا من السودان، كان فيه من القبليات. قال ذاك الشاعر قال واحيانا على بكر اخينا ان لم نجد شنو؟ الا اخانا. تلقاهم بيتناحروا في بيناتهم، حرب تدوم 40 سنه في مربس و40 سنه في 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 سباق بتاع 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 فرس كويس. ده بغلته سبغت، ده قام شنكله بس دورت السيوف. ده يلقى ده برا بيرعى يقتله، ده يلقى ده بيرعى يقتل، ده يلقى مرد ده يقتله، وهكذا. كان شعبي متفرق، شعبي فيه شرك، فوق الزنا بالرايات، رايه فوق تزني. المرد يخش على سبعه رجال يزنوا بها، هي تقعد تعاين الواد ده بيشبه منه، او تكون هي مفلسه تشوف المقرش منه تقول لها هاك ده ولدك. ده المجتمع، مجتمع صعب ومفرق. لكن ما الذي جمع ابو بكر القرشي
مع بلال الحبشي، مع سلمان الفارسي، مع صهيب الروم. ربنا قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء شنو؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت الآن قدامك يا كوز، وأنت الآن بيدك تسوي أي شيء، قدامك القباب شغالة وأهلك المساكين بيمشوا للقبب، ده برضو طبعنا نحن، طبعنا لهم أمشوا حوليات، ونحن طبعنا لهم أمشوا الرجبية، نحن طبعنا لهم أمشوا الزيارات تحت الشيوخ، الواحد يمشي يقعد مرته مع الشيخ كويس، ودائرة جنة وكده وكلام فارغ ساكت، ده كله نحن طبعنا في كتاب، ده ما حاصل. البرع بيقول كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي أدى ولد، قال ربنا قال قل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ربنا سبحانه وتعالى الله البدي أخونا نبيل جبيل هذا له مشوا غرية جول الشيخ قالوا له دارين مطرة 40 يوم المطرة ما نزلت، ما لك الشيخ المطرة ما نزلت ماله؟ لأنه ده بقول لك الشيخ ده بيع ماها في سماها، قال لهم الله الشيخ الحلة الثانية وقف أنا دار أجيبه هو دار يوقفه في، والله العظيم مشوا دقوا بتاع الحلة الثانية عملوا معه مشاكل. نحن في بلد زي دي تي تقول لي نسكت ونطبطب وما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بنبقى ملعونين، الدليل شنو؟ ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا شنو؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإنت يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى، والله لو إنت داير دين، أنا حاسس إنه أول مرة ألاقي لي كوز يعني عنده غيرة للدين أو بيذكر أدلة بعض مرات وكده، هذا ده إنت ماشي كويس. فإنت نازل لو داير دين أخطاهم أبعد منهم، فهمت؟ ما بتلقى عندهم حاجة، بس يجب هي ذاته بيقول ما فاضل لك، فهمت؟ ما فاضل لك عشان تلقى ذاته حاجة تأكلها، والله دون ذلك خرط القتال. طيب قال الوهابية جاء سنة 36، أنا ما حقول لك الضاب عشان ما تقول لي شخص أنت غلط، ما صحيحة. أنا أقول لك بعبارة لطيفة، ما صحيح ما ظريفة كويس، ما جاءت سنة 1914. طيب قال الوهابيين أنشأتهم الولايات المتحدة الأمريكية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115 يعني في القرن، ومات سنة 1206 يعني دي بيناتنا كم؟ 1437 ناقص 206 كم؟ قرابة 200 سنة كويس؟ يعني في 1700 الولايات المتحدة ذاتها ما قامت. يا اخواننا الكوز ده بينجر نجر اصلع مجيه ذاته، انا ما بعرف انت قدومك ده يا ناس ده كلام شنو ده؟ ما انت فكها بالراحه كده، لكن ما تجيبها قدر ده، ما افضل بيصدقك يا اخي، عرفتها؟ اما دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب هي دعوه صحيحه على مناهج العلماء، والى الان ما في زول طلع فيها يعني خطا علمي طلعوا فيها، والما في ناس بيحاربوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيره، لكن الصوفية هم أنشأتهم الولايات المتحدة الأمريكية. في جريدة هنا جيب عليك الله شيخ التشيكسي، بتعرفه شيخ اللامين بتاع درمان المحايته بيبسي وحيران وتشيكسي، عرفت أجيبه؟ جريدة صغيرة كده لا ما دي تحت كويس، ده جاوا السفير الأمريكي عشان نوريك المدعومين والأنشأتهم الولايات المتحدة الأمريكية منه، عرفت؟ أيوة بس دي جريدة فتاتي ولا مصيبة ما بعرف، عرفتها؟ الأوائل هذا ليه؟ صور زيارة الأمريكان لمسيد الشيخ اللامين عمر ورقصهم معه. ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم. قال تشعل فيسبوك شيخ اللامين عالمي لا تكلمني، عرفتها؟ يا زول ومدورهم وعالي ماسك السفير الامريكي اللابس ابيض ده هنا وماسك معه وكيل وبغادي، فهمت؟ وبغادي في واحده امريكيه برضه لابسه بنطلون برضه ما عنده ما عنده قشه مره، شو كله بشوته هذا ليه؟ تي تقول الوهابيه انشاتهم امريكا، يا ناس ما يتكلموا ساي، هو الشبهه انت ما حافظها. وطبعا ده يرد علينا
وما حفظ الشبهة. أن حفظك الشبهة عشان تاني لما الناس يجوا تقول لهم ويردموا كويس. الشبهة إنه محمد بن عبد الوهاب شيخه اسمه مستر هنفر البريطاني، ما الأمريكي، البريطاني. فهمت الفرق بين بريطانيا وأمريكا؟ تركب له كم ساعة؟ فهمت؟ ما تجد يا أخواننا عليك الله. أزال أزال أنا ما أقبل قبل قلت لك التنظيمات دي فارغة ساي فاشلة، ما عندها أي شيء، ما عندها أي حاجة. فهمت؟ وكلها كذب ساكت لأنه ما لقوا يدينوا دعوة الشيخ بدليل شرعي إلا إنه يقولوا ديل تبع بريطانيا. يا أخواننا في بريطاني بيقول لك عبد الله براو، في بريطاني بيقول لك عبد الله براو. البريطانيين لما مستعمرين البلد دي، من كان أمام البريطانيين ليدخل السودان؟ مش كانت الطريقة الختمية؟ وعلي المرغني بيقول لهم أنا السكة بتاعت القطر الخشب اللي بتخطوا فوق الحديد بجيبه لكم أنا، وكان بيقول للناس اللي بديني شبر شبر بتاع خشب بديه متر في الجنة، تماسك الأراضي؟ قال بديك متر في الجنة. الكلام ده كانوا صوفية. ولذلك يا أخوان عليك الله، عليك الله أنت دار تلم الناس، ما تكذب علينا، عرفت؟ ما تكذب علينا ساكت. وزول يا أخوانا لما يكون عاجز بس بيكون كلامه كله لا درج في الكتاب، والكتاب ما في. طيب قال عندنا حركة إسلامية وما صوفي، ده برضو مبتدع عندنا، ده على غير منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والله وبننصحك نحن، أوعك تبقى حركة إسلامية، ولسه أنا جايك، وأوعك تبقى أنصار سنة، أوعك تبقى حزب أمة، أوعك تنتمي لتنظيم مسلم ممتاز جدا. أنت قرايتك دي يا طالب دي وصية للطلبة، أنت مش عندك قرايتك هنا، قرايتك بس، وحافظ على فرائضك، وابقى تبقى صوفي ولا غير ولا كوس. واوعى يغشوك يقول لك لو ما بقيت معانا كوس، ها لو دارين يرغبوك انت بيت بيجي يرغبوك يقول لك لو ما بقيت معانا كوس ما بتشتغل، وفي كيزان كتار ما شغالين شنو يعني، او بنسقطك في الكليه. ده كله كلام فارغ يا اخوان، ده كلام انتهى زمان. ما في زول فاضي يقعد يباري له زول ويسقط عشان ما بقى معاه جبهه، ده كلام فارغ ساكت، عرفتها؟ طيب قال تصنيف الناس، احنا ما صنفنا برامج صنف. قال يا تبقوا حزب سياسي يا تبقوا أنصار سنة، لا لا ليه، منو قال كده؟ بعدين مسألة الكوادر من قبل بيقولوا نحن ما أنصار سنة، نحن كنا أنصار سنة وخليناهم، لأن أنصار السنة ذاتهم بيجوا يكرموا في الصوفية. المركز العام اللي أنت قلته، المركز العام اللي قلته قبلك، المركز العام بيجي يكرم في الصوفية، وأنا عندي وسائق وقاعدة، عرفتها؟ متعاونين مع الصوفية، جابوهم في المركز العام بتاع أنصار السنة في السجانة، كرموا مرشد الطريقة السمانية القريبية الطيبية، وده أبو طوالي الزول الكرمه ده، أبو طوالي بيقول هل يمكن للولي أن يخرج من قبره فيقضي حوائج الناس ثم يعود؟ قال نعم. والقرآن قال في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم شنو؟ لا يرجعون. والقصة مشهورة عندكم، عبد الله بن حرام والد جابر عبد الله بن حرام لما قتل في سبيل الله، وربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر والله ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك، فقال عبدي تمنى علي، قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، قال قد سبق القول مني أنهم إليها شنو؟ لا يرجعون. فالناس عارفين ده جو كرموا أنصار السنة وبكرموا في حزب الأمة. الصادق المهدي قال ينبغي إعادة ويشكر قال رئيس الأنصار حزب الأمة، هو الصادق المهدي. الصادق المهدي يقول ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث، وآيات المواريث دي الرسول صلى الله عليه وسلم ذاته ما تكلم فيها، الله حكم من الله جاب ونزلوا على الناس، عرفتها؟ قال يقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذه المفاهيم قال قيدت أو انتقصت من حقوق المرأة، ده الصادق المهدي بيقول كده، عرفتها؟ ولذلك يا أخوانا شوف ان احنا ما تابعين لاي جماعه ولا اي حزب، فهمت؟ وانصار السنه المركز عام او اصلاح او غيرهم بيجوا يتعاونوا مع اهل البدع من الصوفيه والسروريه التكفيريين وغيرهم ويمشوا معهم، وده نحن في منهجنا السلفي المستند على الايات والاحاديث وكلام العلماء واجماعاتهم يحرم مثل هذه الامور. ولو داير زول نذكر له الادله دي، ده مقام طويل جدا، اذكر لك ادله وكلام بتاع سلف ما كلامنا نحن، كتب بتاعت اجماعات حفظة الدين ده محفوظ، ما فاضي يعني احنا نجي نغير فيه او انصار سنه يجيبوا فيه. فانصار سنه دي القضيه دي باعوها، القضيه بتاعت الدعوه للتوحيد، وتجي تتكلم في مساجدهم، الا الناس يكون زول انصار سنه بعيد ما فاهم الحاصل، لكن شيوخهم الكبار باعوها بدري، الا يكون الان انصار سنه قاعد وما فاهم الحاصل وما عارف انه انصار سنه دي شنو، ده معلش يكون مسكين. ده انصار سنه الاوائل لما بدوا كان دعوتهم كلها للتوحيد
وللعقيدة وبينوا للناس وكده. بعد شوية أنصار سنة جو خشوا فوقهم أخوان مسلمين وجبهجية لخبطوا لهم الشغلانية كلها. قلنا لهم ارجعوا من شغلكم ده، قالوا ما راجعين. يلا الآن الصوفية شغالين في التلفزيون وعندهم القنوات، الولي بيقول للشيء كن فيكون، الولي بيخلق مع الله، الولي بيدي الجنة، الولي بيعلم الغيب، بخلاصة الولي هو الله. في التلفزيون، تلفزيون السودان، قناة النيل الأزرق، قناة الشروق، قناة جديدة اسمها الخضراء، قناة ساهور، فهمت؟ غير الإذاعات مفتوحة ينشر الباطل والضلال. صارصون عندهم قناتين، المركز العام والإصلاح، عندهم قناتين ما بيتكلموا في الموضوع، يتكلموا لك في موانع الحمل والطب البيطري، ما أعرف لك شنو أمور، وإن كان حاجة الناس إليها موجودة لكن دي ما أولوية الدعاة. والدليل على كلامي ده ما تنظير ساكت، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. وأي أنصار سنة ما يقبل الكلام ده، أنت ما بقيت تنصر سنة أصلا، تمشي تقلب حزب أمة ولا الترجي بتاع الاتحادين ولا أي حاجة، تمشي تلعب بعيد، فهمت؟ فدي أدلة واضحة وأدلة صاقعة واضحة جدا، ما تمشي مع مبتدع، ما تمشي مع مجرم، أما تصاحب أي عاطل، دي أدلة الدين عشان ما يلبسوا عليك ويلعبوا عليك. فنحن دعوتنا للناس ما تابعين لأي جماعة وأي طريقة، وما يلزم ما يلزم إنسان يخش في جماعة، بل المحرم الناس يتقسم. وإلا الديني من الأئمة الأربعة كانوا تابعين لها جماعة، الإمام أحمد جماعة شنو، حزبه شنو، حزبه شنو، عرفته؟ ولذلك يا أخواننا العلماء ديل علموا الناس ديل إنه يتآخب. بعدين شوف خطورة الانتماءات دي شنو، أنا أكون جبهجي كويس، أنت ما معي، أنا بصنفك لثلاثة، إما تكون إنسان راسك فاضي كده أنا بشتغل فيك، ولا إنسان شاكي بقوم بشتغل معاك شوية، ولا تكون معاند بديك سيخة، عرفتها؟ يعني أنت لو ما معي أنت ذاتك باطي، وده اللي بيفرق الأمة، عرفتها؟ ده اللي بيفرق الأمة. لكن لما كلنا نكون بنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا بنكون بنوحد ربنا سبحانه وتعالى، كلنا بس بنكون دارين الآية ولا الحديث، الله قال شنو والرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو. عشان كده قبيل المسألة بتاعت المتحدث القبيل قال الإشكال هو في البنطلون أو الدقن أو كده، الموضوع ما في ده، الموضوع إنه قالوا منو. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال طولوا بنطولوا، لو قال هنا قال لك قصر، لو قال الدقن دي أحلقوها بنحلقها، لكن هو قال شنو، قال عفوها. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال قد شلاليفك بنقدقدها، لأنه الموضوع في شنو يا أخوان، الموضوع في شنو، وفي الاتباع. إنت إذا بتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أسئل ليلة واحد تلقاه حب لي واحدة في الجامعة دي، إمتى تقول لي جيب لي ستيم، يقوم يجيب لها سبرايت، تقول لي أنت معناه ما بتحبني ليه، هي مشكلتها في الستيم ولا السبرايت، مشكلتها في المبدأ ذاته. ولله المثل الأعلى، ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو يحببكم الله، عرفتها؟ طيب قال طاني مازن قال حاجة، مسألة محمد مصطفى عبد القادر. طيب أبو مصطفى عبد القادر قال جاب كلام وهو كلام للصوفية، وكلام شين جدا، كلام إنه الأولياء بيفعلوا المنكرات وبينسبوها للدين، والكلام ده جابه الشعراني في الطبقات وبيعوه في الدار السودانية للكتب كويس، إنه الأولياء بيزنوا بالحمير، وإنه ولي بيتعرى دار يخطبت قام يتعرى قدامه كويس، وقال لا كلام أنا ما بقدر أقوله ليكم لأنه في بنات، فهمت؟ وما أعرف ليك أبوها كان قاعد وهي قاعدة وهو يتعرى لها عديل، وقال لا كلام فاحش. قال ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، قال وكان يطلع المنبر عريانا زي ما الله خلقه، زي ما قال الترابي completely naked، ما في أي خيط، فهمت؟ يطلع كده عريان، أهل كلام ده كيف، الكلام ده كيف، كلام ده باطل يا أخ. والمشكلة إنه بينسبوا للدين، كما قال عبد المحمود نور الدائم السماني شيخ البرعي ذاته في كتاب اسمه النصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية، قال ورأى تلميذ شيخا، الدرويش شاف شيخه يزني بامرأة، لو الشيخ قال أنا زنيت وربنا يتوب علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين شنو التوابون، ما بنجي قدام الناس وكده، لا،
لكن لما هو يعمل المعصية ويقول يا أخواننا دي طاعة لله، ده هنا الكفر والزندق. ربنا قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ربنا قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال فشاف التلميذ، شاف الشيخ يزني بامرأة، قال فتركه الشيخ وقد علم أنه قد راه، فقال له بعد فترة من الزمن، قال يا بني قد علمت أنك رأيتني حين فسقت بتلك المرأة وكنت أنتظر نفارك عني. تدارك تفرتك تقعد ليه؟ فقام قال له، قام قال له منذ أن صحبتك ما صحبتك على أنك معصوم. طيب وقت هما معصوم انت قاعد ليه؟ قاعد ليه؟ لأنه من شرط الإنكار المنكر تغيره بيدك، ما غيروا الدرويش بلسانه، ما تكلم معه بقلبك. العلماء قالوا تفارق شنو مكان المنكر، يعني ما ممكن الليلة حفلة الجبهية اللي بيجاي دي أنا أكون قاعد جوا وبتنقص، يا زول ده شنو قاعد هنا ليه يا مولانا؟ يقول لك أنا منكر بقلبي شغال تنقص يا زول، أنت بتلعب علينا نحن. من شرط إنكار المنكر بالقلب، لو ما قدرت باليد واللسان تمرك تفوت. ها فقام قال له ما صحبتك على أنك معصوم، وإنما صحبتك على أنك عارف بالسلوك دي بتاعت الكهرباء ولا شنو دي سلوك شنو دي. قال ولكن الفرق بين معصية القلب، فقال له هكذا وإلا فلا. الشيخ قال للتلميذ، قال له هكذا وإلا فلا. أنت كتلميذ تشوف الشيخ يسوي أي حاجة تسكت، عرفتها؟ عشان كده في جرائم جابتها جريدة الدار، عرفتها؟ واحد في مشى لشمال شمال بحري هناك، مشى للشيخ جهة وين ما بعرف، مشى للشيخ واخته عيانة ودال الشيخ ما عنده معلومة لكن عنده رجالة، جاهل زول ما عارف، قال له الشيخ مرات اختي دي عيانة اقرا لها رقية او كده، هو ظن انه بعالجها بالقرآن. فقام الشيخ بدل ما هنا بقى يعني يراود اخته، طوالي اخته وقت مرقت قالت لي الشيخ ده كان بيراودني، ده اجر له فلكابة وكسر كرع الشيخ، شكرا له جزيلا كثيرا، فهمت؟ ده اقل ما يفعل. ده الكلام ده سببه شنو؟ سببه شنو؟ فهمت؟ سببه العقائد الزي دي. عشان كده الركاني ده بقى الناطق الرسمي باسم التصوف، الركاني ده جنبنا في ابو ادم مربع 6 2005 جريده الدار جابت له جريمه، واحد مسكين قال الركاني بدي الجنة، مشى ودى مرته للركاني، الركاني برضه بنفس الطريقه بقى يقول لها جاني ابو بكر وعمر وعثمان وعلي في النوم قالوا لي راجلك يطلقك وعرسك انا. شوف الكلام ده كيف. انت عارف لو الموضوع كده معناه انا بجي الجامعه دي من الصباح، لو الموضوع صح وما ننكر على زول انا بجي من الصباح، اشوف لي واحده ظريفه جدا اقول لها والله طبعا امبارح كنت نايم بالليل وجاني ابو عبيد عامر من الجراح قال لي اخلطك سائر اليوم، فهمت؟ تقدر تناقشني تقول لي لما جاك في النوم يا انت كنت معي في البطانيه امبارح لما كنت معك، خلاص قال لي اخلطها. ثاني يوم امشي لواحده ثاني وقد جاني خالد بن الوليد رضي الله عنه في النوم وقال لي برضو اعرسك، وثاني ده شنو ده؟ ده مش لعب، معناه نوقف الحدود ما نغيم على الناس. قال والفرق بين معصية الولي ومعصية غير الولي أن الولي ينظر في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما. وطيب سموا اللوح المحفوظ ليه ذاته؟ وكده انت بتكشف وداك بيكشف والمكاشف بكشف، ليه سموا محفوظ؟ قال فيواقع المعصية على أنها مراد الله سبحانه وتعالى فيكون بذلك طائعا لله، يعني يمشي يزني يقول كتب الله في اللوح المحفوظ انه انا ازني بالمره دي، فما عندي طريقه، ما عندي اي طريقه الا انه انا ازني، لانه لو زنيت حازني ولو ما زنيت برضه حازني، اذا انا اركب هنا وامشي ازني. دي عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء واحد زي ده قال له جابوا سرق دارك طعيده، قال له يا عمر انما سرقت بقدر الله، زي الزول ده قال له ونحن نقطعها بقدر الله، فهمت؟ تقعد تلعب ساين اخليك في امور هنا. عشان كده يا اخواننا الامر المعروف والنهي عن المنكر دي مساله مهمه، فهمت؟ وربنا قال واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، زي الواد العلماني الجبيل اللي بيقول خلوهم ساكت، الفتنه بتعمنا، ولو ربنا بغتس حجرك براك ما كان جيناك هنا ذاته، كان بنقعد بعيد، لكن ربنا بغتس حجرنا ذاته نحن لو ما امرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال مثل الآمر الواقع في حدود الله والآمر بها كمثل قوم استهموا سفينة، الزول اللي بيأمر بالمعروف
وينهى عن المنكر. والزول الواقع في المنكرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال زي ناس ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أدناها، فكان الذين في أدناها تحت إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قالوا إحنا السفينة دينا جدة عشان الناس الفوق ما نأزاهم. فكروا كده، شغلوا عقولهم بمزاجهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. نحن لو خلينا الصوفية دي برطعوا ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، الطامة بتعمنا نحن ذاته. لكن لما نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ربنا سبحانه وتعالى بسبب هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخفف عن الأمة. عرفتها؟ أما محمد مصطفى عبد القادر، نحن ده زول فارقناه لأنه زول وقع في مسائل كبيرة، مسألة طعن في الصحابة، فهمت؟ وبيقى يطعن في الصحابة، فنحن ما تابعين لحمد مصطفى ولا بمسينا ذاته عشان ما تريح. شوف نحن من هنا إذا كان الشيوعين بيقول لك والله نحن مع الطيور، الأغنية بتاعت أبو سيد عمي شنبو، زول الشنبو زي الدجار دلدك، فهمت؟ يقول لك والله نحن مع الطيور، بنقول لك نحن والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تابعين له زول، والكلام ده واضح وساهل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فمن يعش منكم فسيرى شنو؟ اختلافا شنو كمان؟ كثيرا كثير حتلقى. يمكن انا ذاتي بتكلم قدامك ده بس والله يعصمنا، ممكن تلقاني بكره قلبت حاجه ثانيه، ممكن تلقاني بقيت نصراني مره واحده، هتخلي الدين؟ طيب يا رسول الله نعمل شنو؟ قال فعليكم بشنو؟ بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور زي الطرق والجماعات والاحزاب. ده كلامنا للناس، احنا شايفين الوقت طول مش هاي، ف نفتح فرصه لزول ولا نختم؟ نختم ان شاء الله. جزاكم الله خير. ونحن يا اخواننا غرضنا في النهايه، في ناس طبعا انا ما اعرف حساساتهم عاليه، يقول لك يا اخ ما بدأ تشد علينا، معليش لو شدينا عليك اذا كنت ما بتستاهل. اما زول اللي بيجي يلعب بالدين ويطعن في الدين ده نحن ما بنخليه يا اخواننا. وما الموضوع كله انه تخليه، نحن شدينا عليك ليه؟ لانك انت خالفت الشريعه. ولو خالفت الشريعه وقلت انا غلطان معليش، لكن انت بتخالف الشريعه وتقول لا ده الصح ذاته، فلازم نحن نوريك قدرك، انك تعرف العلمانيه ما بتعرف، وانك تعرف التكفير ما بتعرف، وشروط التكفير ما بتعرفها، وانه انت كتبك ما عارفها، فهمت؟ لازم نوريك ونقعدك في محلك. ان شاء الله تتواصل منابرنا. ونحن كلامنا وصيتنا للطلاب وصية النبي عليه الصلاة والسلام، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. مسكت في الكتاب والسنة، بدايتهم هنا ونهايتهم وين؟ في حوض الكوثر، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إلى الدين ردا جميلا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم.